السلام عليكم أبنائي، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بألف خير. اليوم بحول الله تعالى وقوته سوف نقوم بإنجاز درس جديد ضمن الوحدة السادسة، دائما ضمن مجال الرحلات والأسفار. لدينا مكون التعبير الكتابي، إذا خذوا معي أبنائي الصفحة 198 نبدأ على بركة الله تعالى. إذن هل فتحتم الكتب؟ هيا بنا. إذن أولا لدينا عنوان التعبير الكتابي لهذا الأسبوع. من يقرأ العنوان؟ نعم أحسنتم، رحلتنا إلى مدينة مغربية. إذن الموضوع سوف يكون حول وصف رحلة إلى مدينة مغربية. أحسنتم. إذن فلنقرأ الموضوع. حلت عطلة الربيع، فأخذنا أبي في رحلة ممتعة إلى مدينة مغربية جميلة. إذن هذا هو الموضوع. إذن فلننتقل إلى التخطيط. دائما لدينا الموضوع ثم ننتقل في الحصة الأولى دائما إلى التخطيط للموضوع. إذن فلتلاحظوا معي أبناء الخطاط، لدينا متى، ماذا ركبنا، إلى أين، ماذا شاهدنا، ماذا فعلنا، ما الذي أثار إعجابي. إذن هذه الأساليب سوف تقوم أو عفوا سوف تساعدنا على إنشاء موضوعنا. ثانيا طلب منا أن نرتب الأحداث التالية بوضع أرقام مستعينا بالخطاطة كما تعودنا دائما أبنائي. هذه الأساليب التي ذكرت في الأول هي عبارة عن أسئلة استفهامية، بعد الإجابة عليها نستطيع أن نكون ما موضوع. إذن انتبهوا معي أبنائي، لدينا الجملة الأولى 3 ساعات وصلنا إلى باب أبي الجنود ثم نزلنا إلى المدينة العتيقة. انتبهوا للجملة الثانية، حلت عطلة الربيع وحان موعد السفر. جملة الثالثة، ركبنا الناقلة وتوجهنا إلى مدينة فاس. إذن الجملة الرابعة، هذه المدينة العتيقة مآثرها أو مآثر وأسواق ما رأيت مثلها. الجملة الأخرى، وصلنا إلى جامع القرويين، اشترينا بعض التذكيرات وقفلنا عائدين، وجدنا المكان يعج بالسياح والزائرين وهم في حركة دائبة. قلت ونحن عائدون، ما أروع هذه المدينة وما أفيد زيارتها. إذن طلب منا أبنائي أن نقوم بترتيب الأحداث التالية بوضع أرقام مستعينين بالخطاطة. إذا انتبهتم لشيء فالألوان تنطبق مع الأجوبة. ألوان الخطاطة، متى، ماذا ركبنا، إلى أين، ماذا شاهدنا، ماذا فعلنا، وما الذي أثار إعجابي. هناك تطابق في بعض الألوان لكي تستطيعوا أن تجيبوا. إذن سوف أترككم أبنائي لبعض الوقت لنصحح هذا التمرين، لكن قبلها قالوا لنا أو طلبوا منا في التمرين الثالث أن نعيد كتابة الأحداث السابقة وأن نربط بينها باستعمال علامات الربط الآتية.
هذا التمرين سوف نجزه فيما بعد، والذي سوف أطلب منكم أن تقوموا بكتابته على دفاتركم المنزلية. خذوا المذكرة كما تعودنا دائما، خذوا المذكرة ثم سوف تقومون بنقل هذه الجمل وإدخال علامات الربط التالية بعد ف وحينما وأخيرا يا للروعة، وسوف تقومون بكتابة فقرة بسيطة موضوع كما تعودنا دائما إنجازه في القسم. إذن سوف أترككم لبعض الوقت وسوف نعود لنرتب الأحداث. نعم أبنائي، هل استطعتم أن تنجزوا التمرين؟ إذن هيا فلنبدأ. إذن ما هي الجملة الأولى؟ نعم، أحسنتم. إذن سوف نجيب على متى، أسلوب الأول وهو متى. إذن سوف نعرف متى توجهنا أو متى قمنا بزيارة هذه المدينة المغربية. إذن رقم واحد وهو نعم، حلت عطلة الربيع وحان موعد السفر. إذن أول جملة سوف نقوم بكتابتها وهي حلت عطلة الربيع وحان موعد السفر. دعوا رقم واحد في الإطار الأزرق، هيا واحد. إذا أول جملة نعم فاصلة. الجملة الثانية، من يستطيع أن يجيبني؟ نعم، الجملة الثانية لدينا فراغ في بدايتها، يعني يجب أن نتمم بأحد هاته الروابط، إما بعد أو ف أو حينما وأخيرا يا للروعة. نعم أبنائي، الجملة الثانية، نعم الجملة الثانية هي أحسنتم، فركبنا، ف سوف نضيف الفاء، فركبنا الناقلة وتوجهنا إلى مدينة فاس. حسن جدا. الجملة الثالثة، نعم هي الجملة الأولى يك، بعد 3 ساعات وصلنا إلى باب أبي الجنود ثم نزلنا إلى المدينة العتيقة. أحسنتم. الجملة الرابعة، نعم الجملة الرابعة سوف يكون أولها هو يا لروعة هذه المدينة العتيقة، مآتر وأسواق ما رأيت مثلها. حسن جدا. الجملة الخامسة، نعم هي باللون الأصفر، وحينما وصلنا إلى جامع القرويين وجدنا المكان يعج بالسياح والزائرين وهم في حركة دائبة. إذا ضعوا رقم 5 في الإطار الأصفر، وحينما أسلوب حينما قبل أو في بداية الجملة، ثم رقم 6 أمام جملة وجدنا المكان يعج بالسياح والزائرين وهم في حركة دائبة. نعم، والجملة الأخيرة التي سوف نختم بها هذا الموضوع وهي نعم سابعا وأخيرا، قلت ونحن عائدون ما أروع هذه المدينة وما أفيد زيارته. إذا أبنائي الأعزاء أحسنتم صنعا، أتمنى أن تكونوا قد استطعتم على تجميع هذه الجمل وإدخال علامات الربط عليها وأن يكون جوابكم صحيح بإذن الله تعالى. إذا أبنائي أترككم إلى الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. إلى اللقاء.